أولا قبل ما نبدأ حديثنا علينا الشكر، كل الشكر لشعب السودان الصابر، لشعب السودان المرابط، لشعب السوداني الصبر في كل الأدوات. ولا يشكر الناس لا يشكر الله، وأي إنسان بيتكلم بضرب الشعب السوداني يبقى إنسان مفقود. عشان كده أنا بنقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وما قصرتم، ودارين مزيد من الصبر، دارين مزيد من الصبر. طيب لو دارين نتكلم في الوضع الراهن، شوفوا الشعب السوداني، السودان الآن يمر بمحن، يمر بدائرة، يمر بمحن، يجب الناس وعلى الدولة أن تنفي أو تلتزم بواجبات الشعب. وإذا هالمراد في تنفيذ سبل العهد الكريم له، وهذا من حق حق المواطن على الدولة، وأن تقوم بدورة الرغابي اتجاه معاش الناس واتجاه معاش المواطن وخدماته. طيب يا اخوانا، الرسالة الثانية يسوع السوق، لو رجعنا للسوق الهلع، الهلع في السوق والدولار بقي شماعة يا اخوانا. الدولار في سنتين وصل الاسعار دي، لكن الاسعار دي وصلت قبل سنتين للسوق. نضرب مثلا بحاجة واحدة، إذا النمر الصبح ب 200 جنيه، الظهر ب 300، المساء ب 400، الصباح ب 600، يا اخوان الدولار بيزيد 200%، بيزيد 500%، ما في رغبة، ما في رغبة للسوق، أنا شغال على كيفك. لازم تكون في رغبة، لازم تكون في رغبة. طيب ليه ما نسأل الأسباب؟ ليه ما نسأل الأسباب؟ أخلت البلد تصل الدرجة دي شنو يا جماعة؟ أنا والله اليوم مشكلة الكاش دي أو السيولة ما أعرف مشكلتها شنو. البلد دي فيها ضائقة أكثر من كده، وفيها حرب، وفيها مشاكل كبيرة جدا. معروف الزول حقق البنك ده أمانة، بتحط مالك فيه أمانة، الزول بيسحب وبورد وحاجة روتينية. الحكاية دي، الحكاية دي مية إلا، لكن للأسف الشديد لأن ما سألوا السبب كان منو؟ سبب السيولة كان منو؟ وهو ده اللي حاصل شنو؟ عشان الناس تسحب فلوسها في يوم واحد من البنوك كلها. ليه؟ بيشيل حجمان رجالة، بدأ بيشيل حجمان. كلام ده فوق يا جماعة علامة اتفاق. في ناس مخربين، ومخربين من المسؤولين ما المساكين. عشان كده الحكاية دي أنا مواجهة. ليه تقول لي يا جماعة؟ طيب المطبعة شغالة، والناس بتطلع من بره بنجيب. لا حلاوة كتب. البنوك دخلت البنوك، فضلوا الناس السلع، وقفوا البنوك. ليه؟ 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 الحظ شنو؟ دي دايرين فيها اجابه واضحه، ولازم الزول عمل الكلام ده يتحاسب، لان ده عنده اجنده.
أبيجان 50 قروش من بلوغار حلاصات ونحن معنينا السلاح منعنا من النار في الخلع العند ولا على النبي والعند ولا على الغنم والعند ولا على الدرع ونحن من السلاح حقهم بتشاكي دوما الآن الآن حقهم بتشاكي دوما من علامة السلاح